احنا معانا على الهاتف فضيله الشيخ الجليل شيخنا دكتور خالد الجندي، هيكلمنا عن حكايه استخدام المصحف دي. شيخ خالد السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ. اهلا بك يا مولانا. عليكم السلام، يخليك وانت والساده المشاهدين واهل مصر كلهم يا رب العالمين. ربنا يحفظك شيخ خالد. يعني ايه الحكايه دلوقتي لو هم خرج بعضهم بكره؟ ودي احتمالات واشاعات ما نعرفش مدى صحتها ايه، انما هم يعملوها يستخدموا المصحف، يرفعوا المصحف. فيحصل احتكاك بينهم وبين رجال الشرطة. يوم القرآن الكريم يقع على الأرض، يوم ممكن يجي تحت رجل عسكري، تحت العسكري هيحس بذنب رهيب، مش يعرف ينام بعد كده. طبعا ايه الحكاية دي عشان نطمن العسكري ونشوف نعمل ايه في المواجهة دي؟ طبعا هو يعني غير مسموح إهانة القرآن، دي مقدمة لازم تتقال. طيب. رغم ان السؤال ما اتطرحش بس دي مقدمه لازم تتقال. طيب. اهانه القران او التطاول عليه او تجاوز القدر في احترام كتاب الله سبحانه وتعالى وعدم توقير ايات الله عز وجل او الاستهزاء بالقران في حد ذاته هو كفر مخرج من المله، لقوله تبارك وتعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، صدق الله العظيم. وبرضو علشان أنا عارف جو الإعلام اللي ممكن واحد يتربص أو يتصيد في الجو التصيد اللي احنا عايشينه، أنا لا أكفر أحدا، أنا أحكم على فعل وليس على فاعل، وعلى قول وليس على قائل. الله يفتح عليك. تمام شيخ خالد، الله يفتح عليك. انا لا اكفر احدا ولا اخرج احدا من المله، اعوذ بالله، انا بتكلم على الفعل ذاته. امتهان القران كفر مخرج من المله، التطاول على القران كفر مخرج من المله، تعريض القران عامدا متعمدا للاهانه والامتهان وللسقوط على الارض وللدهس بالاحذيه هو كفر مخرج من المله. وما زلت بقول انا ليس لي علاقه بالفاعل، انما انا اتكلم عن الفعل ذاته. طيب يا شيخ خالد الله يفتح عليك، هذا رايك في استخدام المصحف في مثل هذه الاشياء؟ طيب ده خطا فادح وكفر كما نعم. كما يعني نعم قرات الايه الكريمه. طبعا حكم بقى الجندي او المراقب بقى نعمل ايه بقى؟ او دايما يا استاذ محمود بنقول الضروره تقدر بقدرها. كويس. الضروره تقدر بمعنى ايه؟ بمعنى قدر الضروره دي لا يستطيع تقديره الا الشخص نفسه. هل هو مرغم ولا غير مرغم؟ هل هو مضطر ولا غير مضطر؟ هل هو في حاله يعني يكون فيها في مقايضه ما بين النفس وحمايه النفس وعدم اراقه الدماء، ولا مضطر لهذا الفعل بتصرف عشوائي؟ فلابد ان احنا نفهم الجميع انه تجنب التطاول على المصحف او تجنب الدهس المصحف او تجنب ان تتعامل مع المصحف بغير احترام قدر المستطاع. فإلا عند الاضطرار بقى يا سيدي احنا وجدنا ان الاسلام بيبيح اكل الميتة، وعند الاضطرار وجدنا الاسلام بيبيح يعني اذا لو العسكري في مواجهة مع الجماعة دول مواجهة عنيفة والمصحف على الارض يدافع عن نفسه اولا ولا يجيب المصحف اولا؟ حرمة النفس الانسانية اعظم عند الله من حرمة المصحف يا استاذ محمود. طيب كويس. حرمة النفس الانسانية اعظم عند الله من الكعبة يا استاذ محمود. طيب. حرمة النفس الانسانية اعظم عند الله من كل حرمات الارض ومن كل مساجد الارض. طيب. قطر الدم واحدة. فاذا كان الانسان يستطيع ان يحمي نفسه ويحمي المواطنين ويحمي الوطن ومهما كان ولو بأي ثمن فلا توجد سبيل ولا منص إلى غير ذلك. طيب. لكن لو استطاع، لو عنده احتمال عدم التطاول أو عدم أن التجاوز في الحق المصحف فإن في هذه الحالة تغير الحكم تغيرا تاما، زي ما قلت لحضرتك الضرورة تقدر بقدرها. زي واحد كده ماشي في الصحراء وهيشرب خمر وإلا هيموت من العطش، قد إيه المقدار هو فقط المضطر شرع نفسه هو اللي يقدر يقول لك انا اقدر ولا ما اقدرش. طيب. انا مسلوب الاراده ولا مش مسلوب الاراده؟ اتفضل. طيب نيجي برضو للسؤال، واحد في حته معزوله كده وده موجود في مصر كتير، فيها جامع واحد اللي هو الجامع الكبير اللي بيصلوا فيه الجمعه. نعم. وهم الجماعه اياهم كتير في الصلاه، هيعملوا مشكله بقى ويخرجوا يعملوا زفه وممكن يبقى فيها ضرب وبتاع. فانا خفت. منزلش اصلي ولا يبقى عليا وزر؟
ولا ما احنا قلنا المضطر ده الضروره تقدر بقدرها. تقدر يا جماعه بقدر. اللي خايف ما ينزلش يصلي الجمعه، الخايف طيب. ملوش صلاه، هو الخايف له صلاه اصلا؟ طيب هو واحد خايف يعني. لا ده انا بس عاوز اقول لحضرتك على حاجه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ده ربنا اللي بيقول اهو حتى يقاتلوكم فيه والفتنه اشد ايه من القتل. يبقى اذا ان هم يحاولوا ان هم يلعبوا بدين الله او يلعبوا ده كلام ده مرفوض على الاطلاق. انما نحن لا نبدا ابدا باي حال محول. احنا في الامه الاسلاميه ربينا في القران على الدفاع عن النفس وليس على الهجوم على الاخرين. تمام. نتجنب اراقه الدماء، نتجنب يعني انا لو المطاع. حسيت ان المنطقه بتاعتي لبش وفي مشاكل اصلي الدور في بيتي ويماشي الحال. طبعا انما طبعا انا عاوز اقول للناس ان هذا الكلام تقديري مجرد شائعات، اللي هيحصل بكره ولا شيء، واسمعها مني ان شاء الله ان شاء الله ولا شيء باذن تمام. الله طبعا انا معاك كله باذنه ومشيئته وارادته معاك ان شاء الله يا شيخ ولا شيء ومش شويه صيع. انا هكرر الكلمه تاني، مش شويه صيع على الانترنت هيخلونا نبطل شعائر الجمعه وما نصليش الجمعه. لا ابدا ابدا يا شيخ خالد، ومفيش راجل في مصر هيقدر يستخبى في بيته وهو شايف بلده مهدده، ومش هنسمح ابدا لحساله يحاولوا تجاوز الادب والاحترام مع كتاب رب العالمين ومع قران الله ويستخدموا. يا جماعه في سوره الطارق، اخر سوره الطارق، ربنا بيقول انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا. بالضبط، القران مش بتاع هزار، القران مش لاستخدامه في السياسه، القران مش لاستخدامه في المظاهرات، القران مش استخدامه كدروع وقائيه، القران مش استخدامه لاستثاره الاخرين وتقطيعه وامتهانه. الحذار الحذار. عموما هم لو عملوا هذا الكلام يعني ارجو 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 انه ما يعملوش هذا، انما طيب. لو عملوا هذا طيب عندنا سؤال فاتني يا شيخ خالد. دلوقتي العسكري ماسك شومه وبيضرب الراجل المتظاهر ضد القانون، نعم، قوم الراجل رفع القران يضربه برضه يضربه. والله انا لا احب انا لا احبذ العنف، انا لا ادعو الى العنف أبداً. لا ما احنا دلوقتي في ناس معلش ما احنا لو رد اعتداء لا مخالفه هو مش رد اعتداء يا شيخ. طب ممكن اسالك سؤال؟ ممكن نعم اسالك نعم سؤال نعم نعم نعم. مين اكتر ناس كانوا حافظين القران ايام علي، سيدنا علي بن ابي طالب وايام سيدنا معاويه؟ الخوارج. ايوه الخوارج دول كانوا اكثر ناس. يقول لك شوف وجوههم كما بارك الابل، يعني وشه مسود من كثرة السجود، يعني يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. نعم ناس نعم. من أتقى الناس وأورع الناس وأكثر الناس خشوعا وسجودا. هذا نعم. كله هل أغنى عن قتلهم عندما خرجوا على الدولة، عندما خرجوا على الأمة؟ هل أغنى ذلك كله عن التصدي لهم؟ طيب. طبعا لا أؤيد القتل، طبعا لا أؤيد. لا احنا مش مع القتل ومع أي حاجة. أنا معلش كل شوية بقولها كده من باب لكن التذكرة. احنا بنقول يا شيخ خالد دلوقتي واحد مخالف للقانون، نعم، وضد إرادة الشعب وضد نعم. إرادة الأمة، بيعمل نعم. حاجة ضد كل ده. وبعدين عمال يعمل مشكلة، وبعدين راح رافع لي مصحف، أو ما أنا ما أضربوش بقى، ما أسيبه يعني ما أقبضش عليه. مش ربنا بيقول عن المسجد الحرام ومن دخله كان إيه؟ آمنا. ورغم ذلك قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أظن ده كلام، بص القرآن ده ما سابش حاجة. أهو المسجد الحرام اللي ربنا قال ومن دخله كان آمنا، قال لك لو حد رفع عليك السلاح فيه رد للسلاح واعمل اللي أنت عاوزه، رد السلاح بالقوة المناسبة الدارئة الدافعة لشره وأذاه. أمال في آية بتقول لنا قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله؟ إيه؟ يسألونك عن الشهر الحرام، قتال، قل قتال فيه كبير وكفر والمسجد الحرام وأخرج أهله منه أكبر عند الله. يعني الله. معنى ذلك إن كل الحرمات بتسقط عند الاعتداء على النفس، كل الحرمات بتسقط عند التطاول. يا جماعة الموضوع في منتهى الوضوح، يعني إذا كان الإنسان بيستغل الشهر الحرام في محاولة إظهار المسلمين أنهم بيقتلون عند المسجد الحرام وفي الشهر الحرام وبتطاول على الحرمات، بنقول له انسى الكلام ده. نحن لا نخدع، ونحن لا تقف أمامنا أي قوة في 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 حماية الدماء وفي حماية الوطن. طيب وفي حماية المجتمع. هو ده الدين بتاعنا، الدين بتاعنا دين دفاعي. انما ما احناش عندنا اي نوع من انواع الخوار او الخنوع. لا خلاص خالص خالص لا خالص. وبرضه هقول يا حاج محمود،
والله العظيم ان شاء الله برضو ان شاء الله ما هيحصل حاجه ان شاء الله. هم يا شيخ هم مش مجانين عشان ينزلوا على شعب كله دلوقتي متربص باي واحد يهدد امن هذا الوطن. صحيح. لكن احنا يعني وافقني او ارفض، انا يعني بقول ان احنا لا ننصح الناس بالاحتكاك بيهم، الناس ما لهاش علاقه بالقصه. ايوه بالظبط كده، الناس عشان ما نعملش حرب اهليه، في امن وفي شرطه وفي جيش بيقوموا بالمهمه. طبعا تمام. احنا علينا بص المواطن غير العسكري عليه بالابلاغ فقط. تمام. دورك تمام. ينتهي بالابلاغ. تمام. الجهات المختصه كفيله واحنا نثق في جيشنا وشرطتنا والحمد لله، وما فيش حاجه هتحصل يعني ان شاء الله يا شيخ خالد ان شاء الله. بكره نفتكر الكلام ده ونضحك، معلش شويه عيال بيهزروا على النت يا جماعه انتوا خدتوا الموضوع كبير قوي، ما فيش حاجه هتحصل ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ خالد، الله يكرمك يا شيخ خالد، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني ان شاء الله ما فيش حاجه، يعني احتياطات امنيه ماشي، في ناس تهويش ماشي، في حكايات يعني كل الامم تتعرض كده، بس احنا بنقول هنا في الاعلان اللي هو الاولاني دوت هنلون البلد. حلو يعني نشتغل بقى، نشتغل شويه ونتحرك شويه بقى.